مع الأسف يعني في يوم من الأيام راح يقع الفاس على الرأس. شنو يعني يقع الفاس على الرأس؟ لما تي حل أنت في وضع احتياطياتك كلها راحت. ماكو أنت الحين صار لك كم سنة في النفط الحين؟ 70 سنة؟ زين؟ علمني شنو القواعد المؤسسية اللي بنيتها لاقتصاد المستقبل؟ ما عندك شيء. علمني شنو اللي قدمته أنت البلد مستقبلها؟ النرويج جات ترى فترة قصيرة في إنتاج النفط. الصندوق السيادي بمليار بتريليونات. زين؟ وإنتاجها للنفط يوجه لاستثمار المستقبل. احنا ايش سوينا؟ وين راحت الثروة؟ شنو حصلت بلادنا؟ اليوم لو يوقف عليك النفط يشكل 95% من دخلك. زين؟ لو استمر نزول أسعار النفط. لا مو بس استمرت نزول أسعار النفط، حسب دراسة احنا سويناها يا مجلس الأمة بحلول 2026 راح يكون عندك 740,000 أو 50,000 كويتي وكويتية يفتشون عن عمل. إذا استمريت توظف بنفس النسبة تحتاج 63 مليار دينار بالسنة ميزانية. أنت كانت ميزانيتك 30 لما كان 110 وش اسمه، الحين نزل وما يعرف وين راح يوصل. خيارات أمامك أحد أمرين، يا أنت تتخلى عن خدمة الشعب الكويتي من كهرباء وماي وصحة وتعليم وغيرها، أو تفرض ضرائب أو تعلن الإفلاس. كل أوضاع هذا راح تكون أوضاع متفجرة باشر لما يطلع لك 300,000 400,000 كويتي ما عندهم وظائف. شو اللي راح يصير في فكرة؟ وشوف هالمليارات طايرت قبل كم سنة. الشعب الكويتي ما يحب ولا من النوع اللي عنده العنف ولا عنده شيء، لكن لما توصل العملية إلى أن حياته مهددة يعني في 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 رزقه في كل شيء، النفسية قد تتغير. لذلك بناء رصيد للحكم وللحكومة يتطلب مو اليوم، من قبل سنوات الصلح مع الشعب الكويتي ويعني استثمار يعني هذه الثروة لتأمين استمرارية ومستقبل رفاه للشعب الكويتي. انت ما قاعد تسوي شيء جديد. نعم.